انت ما ينفعش معاك غير بعزك. بعزك مين؟ الكائن الخرافي اللي قابلنا بره ده؟ انا اروح اجيبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تاخد الواد بعزك ده وفكك من شريف والكلام ده، خده والله العظيم ده مجمع، صدقني لو عملت عليها ابحاث مجالك هتاخد الاوسكار. انت بتقع على الحاجات دي ازاي يا كبير؟ جبته بجارزاك. طب وده لو هتطلعه هتطلعه بكام؟ اشتري. لا دي حاجتك ومن حكم في ماله ما ظلم. صلى بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. في جماعه المان، انت تعرف الالمان؟ أيوه. بيفهموا في الانتيكات. ايوه فعلا. فصلوه على 20,000 بورق وبتطعيمات وبالطبق اللي بياكل فيه. 20,000؟ لا لا كتير يا كبير كتير، احنا نتكلم في الولده بتاعته احسن. يبقى تستنى شوي. ليه؟ مش ملاقي له انتايه، يعني لسه اول امبارح لقيت انتايه كلبه مستف دي، انا واجوزها له والخلفه ان شاء الله انا متوقع. تاخد الذكاء من الكلب المستف وتاخد الشراسه واللغد والتقليب والجمجمه من الاب منه هو. صدقني دي خلفه نادره كيف الدب القطبي والنمر الابيض. على خيره الله، احجز لنا الذكر والنتاي. بس خلي بالك امانه عليك ما تزوجش اخوات لبعض، عايزين نحافظ على السلاله. يا بعزك انت يا بعزك زعق لي من واقف جالك. معلش لا مؤاخذه، المره الجايه ابقى ناديك بحنيه. اخلص عايز ايه؟ انا اللي باكلك عيش يا عاد، انا اللي بشغلك، احترمني عاد. عاوزك تروح تودي الدكتور جميل الدوار الثاني. جميل انه وين ده؟ جدت اللي مقدمه لياد. مش فاكر يا دكتور، اعمل له باي باي. ايه هو ده، عاوزك توديه الدوار الثاني بتاع ابوي الله يرحمه. الدوار الثاني انت ما عندكش غير الدوار ده، وابوك كان عايش ومات في الدوار ده بس. الدوار الثاني؟ الدوار الثاني يا ما في. لا مؤاخذة يا دكتور دقيقة. اسمعني زين يا دو، مش عاوز أي خفاوة. حتاخد الدكتور جميل ده، حتاخده فوق الكرتة وتلف بيها أرجاء الصعيد كلاتها لحد آخر الليل، وكل ما يمل ويسألك احنا رايحين فين قول له رايحين الدوار الثاني بتاع الكبير. فهمت؟ فهمت يا كبير. بكل فهمت ايه بالظبط؟ انت من الاخر كده عايزناني اتوه. انا اطمنت كبير. لا مؤاخذه يعني في تفصيله صغيره عايز اسالك عنها عشان افهم. الله انا مبسوط قوي. خبر ليه؟ عشان انت بتركيبتك دي بوشك ده ان يطلع منك كلمة تفصيلة، ده في حد ذاته بصيص نور، دي القطرات اللي بتسبق الغيث. قول يا حبيبي. الدوار التاني ده يطلع فين في البلد؟ عشان اتوه هو وارجع انا ومتوهش. بقول لك يا دكتور سلالة نادرة جدا، اهو قاعد جنبي اللي بيزوم ده. فاكر النتاية اللي انت قفشتها من سنتين؟ اعتقد ده الذكر بتاعها. انا اتفقت مع الكبير على كل حاجة، هحاول اشحنهولك في اقرب وقت هو وطائر البطريق الراقص. يلا مع السلامة. السلام. ايه يا عم انت موديني على فين؟ دي رابع مرة نعدي من الشارع ده. كيف ما الكبير قال؟ والكبير قالك بقى تفسحني ولا توديني الدوار التاني؟ لا قال لي اوديك الدوار التاني. الدوار التاني التاني. ايه ده انت بتعمل بوشك كده ليه؟ الدوار التاني. على فكرة انت وشك فيه حاجة ابتدى يتوارب، دي بداية عصب رابع. انا عندي دكتور بيطري صديقي ممكن يروقك على الاخر من الحاجات دي. اسكت يا انت. ايه من ساعة ما شفتك وانت عمال تتكلم مش فاهم منك ولا حاجة؟ انت ايه؟ البط يا دوت ساكت. ايه البط دي؟ خليك مؤدب، عيب كده. ايه ده؟ ايه ده؟ وقف وقف بسرعه، وقف بسرعه. إيه المجنون اللي انا بدور عليه؟ اهو اهو انزل اقبض عليه، اقبض عليه. وخر ملي الصالح باللي انت عامله. انا عم انفذ كلام الكبير. كلام الكبير؟ انا كده فهمت.
بقى الكبير بيشتغلني. ايوه بعتك معايا علشان تتوهني. ايوه ده انا هوديه في 60 داهيه الكبير بتاعك ده. تتودي مين في داهيه يا غالي؟ ايه ده؟ ايه انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت قلت هتودي الكبير في داهيه. لا لا اهدى 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 وروق كده. روق روق، ده الكبير ده حبيبي، ده انا بموت فيه ولا ايه يا حسنين؟ حسنين فيه مين؟ مين حسنين؟ ايه وقف ايه؟ وقف ايه عندك؟ اخر حسنين.